الصلاة والسلام يوم عثرت تلك المرأة على طفل صغير لها بين الأسرى، حديث معروف من رواية سيدنا عمر، فألفقته بصدرها وأخذت ترضعه، كان طفل غائب عنها ابنها، عثرت عليه فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم إلى هذه المرأة أملقية وليدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. قال: لله أشد رحمة بعباده من هذه بوليدها. نعم، فأنا عندما أعيش مع صفات الله، مع هذا القدر العظيم من كرم الله، أنسى نفسي، أطرق باب الله مهما كنت مسيئا، مهما كنت عاصيا، أسأله المغفرة، أسأله العطاء، أسأله الرزق، أسأله كل شيء، لأنني الآن أمام شعور هو التالي: أنا أمام كريم، أنا أمام رب رحيم، أنا أمام رب يعطي بدون حساب. نعم، ولذلك أنسى نفسي وأذكر ربي فأسأله.